أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشرع للمسلم المستقيم أن يجالس ويواد وينبسط لأهل المعاصي ومن وقع في بدع غير مكفرة في غير وقت تلبسهم بهذه المعاصي، أن يلزم عليه هجرهم على كل الأحوال إلا أن ينكر عليهم حين لقائهم عرضا دون قصدا؟ أرجو التفصيل إن أمكن، بارك الله فيكم. الجواب في هذا أن مخالطة العصاة والمشركين والكفار المنافقين فيها تفصيل. إذا كان يخالطهم لأجل الدعوة إلى الله ونصيحتهم والبيان لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون، فهذا مأمور به للدعوة إلى الله. أما مخالطتهم من أجل الإنس بهم وانشراح الصدر معهم ولا ينكر عليهم ولا يناهم، هذا لا يجوز. هذه طريقة بني إسرائيل الذين لعنهم الله، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. شوف، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا هو السبب. لا يكون الإنسان سلبي مع الناس إذا رأى ما معاصي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإذا أنكرت بقلبك لا تجالسهم، ابتعد عنهم. فإذا جالستهم فأنت لم تنكر بقلبك. الحاصل أن مخالطة العصاة وغيرهم من أهل المخالفات فيها تفصيل. من كان في مخالطته مصلحة دينية بأن ينصحه ويبين له ويدعوه إلى الله، هذا واجب. أما من يسالمهم ويؤكلهم ويشاربهم وينبسط معهم، فهذا ملعون على لسان عيسى، على لسان داود وعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لا بد من التنبيه أن الدعوة إلى الله ودعوة العصاة والمشركين والكفار لا بد لها من العلم، أما الجاهل فلا يصلح يخالطهم، لأن ما عنده علم يبين وينصح، أو يمكن يدعو إلى الله على جهل يزيدهم شر. فلا بد يكون عند الإنسان علم بحيث يستطيع يأمر على بصيرة وينهى على بصيرة ويعلم ويدعو إلى الله على بصيرة. تنبهوا لهذا، اللي ما عنده علم لا يدخل هالميدان، هذا يبعد. نعم.